الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم حبايبي تلاميذ وتلميذات الصف الأول الابتدائي مع كتاب الرياضيات بتاعكم بتاع سنة أولى بتاع الفصل الدراسي الأول. هنتكلم في الوحدة الثانية اللي هي بعنوان الأعداد من 0 إلى 9. والنهاردة إن شاء الله درس خفيف جميل حلو اللي هو الدرس الثالث الأعداد 7 و8 و9. تعالوا مع بعض حبايبي نشوف الدرس بتاعنا. عندنا مجموعة أقلام، قلم بنكتب بيه يعني مجموعة منهم، وعايزين نعدهم. يلا بينا عدوا معايا كده. 1 2 3 4 5 6 7. يبقى دول كام؟ 7. شوف بتكتب ازاي؟ س. يا س يعني سين. سين ام 3 سنن دي بنكتبها من فوق لتحت كده واحنا ماشيين كده اهو كده اهو زي ايدي ما ماشيه كده. س. وبعدين س ب. ايوه يعني ب. ع يعني عين. تو. تو يعني ايه؟ تهمر. 7 تون. نكتبها ازاي يا استاذ؟ هقول لك تكتبها ازاي. بص، تنزل من فوق لتحت، وبعدين اول ما توصل عند تحت تطلع لفوق كده. خلاص عرفتها؟ تنزل من فوق لتحت، وبعدين عند ما وقفت هنا تكمل لفوق. يكون دي مفتوحه كده ودي مفتوحه كده، يعني دول مش خابطين واقفين كده عادلين، لا، واحد كده مفتوح الناحيه دي وواحد مفتوح الناحيه دي. طب تعالى نشوف الفيران دي كام فار؟ يلا عدوا معايا كده. 1 2 3 4 5 6 7 8. دول كام؟ 8. يعني ايه 8؟ يعني اسمها 8. ثا يبقى ايه؟ يبقى س بنطلع فيها اللسان، مش نطلعه بره يعني، لا يعني كده. ثا بين السنان كده، يقف عند السنان كده. ف. وبعدين ما دي معناها فتحه طبعا، بس بنقول ايه؟ ثما. بنعمل ايه هنا؟ مد شطار. مد بايه؟ بالالف، صح كده. ثماني. نون تحتها كسر. ثماني. ي. تو. ثمانية. تو. اهي كده. شفتوها؟ شفتوها بتتكتب ازاي؟ خلاص خليكم فاكرينها لان الكتابه بتاعتها مهمه خالص، لازم نعرفها. طيب بنعمل الرمز بتاعها ازاي؟ اللي احنا هنعمله ده اسمه رمز. ازاي؟ شوف بنطلع من، مش بقى هنا كنا جايين من فوق لتحت، لا في ال8 من تحت لفوق، وبعدين ننزل كده لتحت. ايوه عكس دي يعني. شوف دي لفوق لكن دي لتحت، خد بالك اوعى تغلط فيهم عشان في عيال وحشين بيغلطوا فيهم ما بيعرفوش 7 من 8. ال7 رافعه ايديها لفوق بتقول يا ربي كترني، يا ربي انا قليله كترني. لكن ال8 سجدت لله شكر، قالت له الحمد لله يا ربي اللهم لك الحمد عشان انت كترتيني عن اللي قبلي. ايوه خليك فاكر بقى الحكايه دي. خلاص كده حبايبي؟ طيب تعالوا نشوف بقى ايه اللي احنا بنحبهم دول الكور دي. يلا كده عدوا معايا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. شوف تسعة اسمها 9. أول حرف ت. أيوه تسعة. تسعة. تس ع تو. ايوه 9. بتتعمل ازاي؟ بنعمل دايره من صغننه كده حلوه، بس بنمشي كده. شوف بنمشي كده كده اهو، وبعدين بننزل من عند الدايره دي. احنا طلعنا كده اهو، بص ايدي كده احسن، كده احسن تمشي كده من تحت كده وتطلع لفوق كده، وبعدين تنزل لتحت كده اهو كده. دي 9. خليك فاكر بقى 9 شكلها ايه، 8 شكلها ايه، 7 شكلها ايه، خلاص؟ والرمز بتاع 7 ايه؟ والرمز بتاع 8 ايه؟ والرمز بتاع 9 ايه؟ طيب كسرناه. تعال نشوف بقى ايه؟ عايزك تحط لي دائرة حول الإجابة الصحيحة. أهو يلا بقى عد كده. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. يبقى دي كام؟ 9. فين ال9 دول فاكرينها؟ أيوه آخر واحدة شطار، نحط عليها دايرة كده. طب تعالى نشوف الورد الجميل ده. يلا عدوا كده. دول كام؟ 1 2 3 4 وبعدين 5 6 7 8. يعني دول 8. في 4 فوق اهو و4 تحت يبقوا 8. اول ما الاقي 4 و4 يبقوا 8. فين ال8؟ احنا اتفقنا اللي هي بتسجد الشكر. ايوه اللي هي ده اهي. كلام جميل. تعالوا نشوف الموز. كام موزة دول؟ يلا. 1 2 3 4 5 6 7. ايوه شوف 3 هم و3 هم وواحدة لوحدها. خلاص؟ ايوه او 4 هم و3 هم يبقوا ايه؟ 7. فين ال7؟ ايوه فاكرينها اللي رفع ايديها لفوق ده ايه؟ شطار حبايبي الحلوين. طيب تعالوا نشوف كمان حاجة تاني. صل بحسب العدد، يعني كل عدد اسمه مع رمزه مع ايه؟ الصورة بتاعته. اهو ده اسمه، الاسم 5 7 2 كده، ده الاسم وبعدين رمزه اهو. خلاص؟ ودي الصورة اللي هي زي ايه؟ زي اللي بنلعب بيها كده. تعالوا نشوف أول واحدة كام؟ 5. فين بتتكتب في دول 5؟ ها مين؟ شاور عليها يلا. أيوه شطار، دي الدايرة دي هي دي، ده 5 دي خدناها قبل كده طبعًا. طب ال5 دي فين الإيه؟ الشكل اللي فيه 5 فين؟ ها تاني واحدة أهي. أيوه دي صح. طب تعالى بقى لدي، اسمها ايه لسه واخدينها دلوقتي؟ اسمها ايه؟ 7. ايوه اهي اللي رفع عليها لفوق. طيب فين الصورة بتاعتها بقى؟ ها دي 2 اهو و2 اهو، يعني 4 و3 في النص اهو. اهو 7. طب نشوف اللي بعدها اللي هي ايه؟ 2 يعني 2، يعني فين 2؟ عارفينها طبعا اهي صح كده. طب فين بقى اللي فيه نقطتين 2 بس؟ فين في دول؟ باينه طبعا. ايوه دي صح كده. طيب نيجي بقى لايه؟ 1 اهو. 1 عارفينه كلنا طبعا 1. طب فين بقى اللي فيها نقطه 1؟ اهي دي. هناخد من 1 نوصل لغاية عندها. طيب 4 فين 4؟ ايوه دي. طب فين اللي فيها 4 نقط؟ فين؟ آخر واحدة صح دي. طيب 3 يعني 3 يعني فين؟ دي عارفينها. طب فين ام 3 نقط بقى؟ ايوه أول واحدة دي. طيب 9 فين 9؟ ايوه اخر واحده شطار 9. فين بقى اللي فيه 9 نقاط؟ يلا كده وروني شطارتكم. فين اللي فيه 9 نقاط؟ بصوا 3 اهم و3 اهم و3 اهم. 9 دي 3 3، 9 3 3، 3 3. ايوه 9 3 3، 3 3 3. يبقى 9 دي هوصلها مع 9. طيب 8 لسه واخدينها برضه عارفينها اهي اللي بتسجد اهي 8. فين النقط 8 بقى؟ اهو 4 4. ايوه صح كده. طب تعالى نشوف 6. فين 6؟ ها ايوه اللي زي الاتنين بس وشها الناحيه دي. اهي دي. طيب 6 بقى فين النقط 6؟ ها ايوه 2 و2 و2. يبقى نعملها كده. شطار حبايبي. انا عايزكم بقى مع ماما وبابا نوقف الفيديو ونرجع تاني الحته دي ونعملها لوحدنا، وماما تشوفنا هنجاوبها صح ولا لا. خلاص شطار حبايبي عرفناها. ماشي يلا بقى بينا كمان نشوف تمرين تاني كده حلو وجميل مع بعض كده. التمرين بتاعنا بيقول لي ايه؟ عد واكتب العدد بتاعك. كام ارنب هنا؟ كام؟ من غير ما نشاور يلا. ايوه 4. برافو شطار. طب هنا كام فيل؟ اتنين بس باينين اهو. طيب بص لدي هنا كام بقى قطة؟ يلا كام؟ 4 فوق اهم و3 تحت. يبقوا كام؟ أو 3 و3 و1. قلنا من شوية صح 7. طيب بص بقى، إحنا عندنا في جمهورية مصر العربية في محافظات، محافظة اسكندرية، محافظة القاهرة كده، المحافظات دي. شوف بقى أنا هجيب لك اسم المحافظة وأنت قول لي الاسم ده بيتكون من كام حرف. يلا أول واحدة كلمة إيه؟ حد شاطر يقدر يقولها؟ المنيا. محافظة اسمها محافظة المنيا. فيها كام حرف؟ يلا عد كده. 1 2. أخد بالك في تحت السنة دي يعني ميم، يعني في حرف أهو تحتها. يبقى 1 2 3 4 النون، 5 الي، 6 الالف. يبقى دي كم حرف؟ 6. ممكن نكتبها بالحروف. 6. ايوه 6 حروف. تعالى للمحافظه اللي بعدها. محافظه ايه؟ قنا. قنا مش هنا، لا قنا. كم حرف؟ ق ق ن ن وبعدين المد الف. يبقوا كم حرف؟ قاف ونون والف. يبقوا كام؟ قاف نون الف. يبقوا 3 صح كده. نكتبها ايه؟ 3. ايوه 3 حروف. تعالوا لدي. دي ايه؟ دمياط. شوف كده، دال ادي واحدة، ميم 2، ي 3، الف 4، ط 5. يبقى دي كم حرف؟ 5 حروف. خلاص حبايبي شطار. درس جميل وصغنون وسهل، وانا بقى عايزكم تخلوا مامي تيجي او بابا يلاقي هنا اهوت في شعار بتاع القناه بتاعتنا. هيحط الماوس كده، مش هيضغط، هيحط الماوس كده هيلاقي كلمة اشترك، هيضغط عليها هيظهر جرس، يضغط على الجرس كده هيشترك في القناة، وأول ما أنزل لكم درس جديد هتعرفوه على طول، هيجي لكم يقول لكم إن أنا نزلت لكم درس جديد. إذا ما كانش يعني إذا ضغطت ودخل على حاجة تانية اللي هي الإيميل، يبقى مش هينفع يروح بقى داخل على إيه؟ على تحت الفيديو هيلاقي الرابط بتاع جروب بتاعي على الفيسبوك اللي هو دروسنا في بيتنا مجانا. يضغط على الرابط، الكلام اللي بالانجليزي هيروح مدخله على الايه؟ الجروب، يعمل انضمام يعني ينضم للجروب، عشان اول ما انزل درس برضه بنزله عليه. واحط لكم هنا الدرس اللي فات بتاع الاعداد 4 و5 و6 كده. شطار حبايبي، اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله والتفوق الدائم ان شاء الله، وان شاء الله استنوني في الدرس القادم اللي هو درس 0 ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.